بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة على بركة الله. نبدأ حلقة اليوم. حلقة اليوم حلقة مباشرة وواضحة تحتاجها جميع النساء ويجب عملها بشكل دوري، وهي تنظيف الرحم من بقايا الدماء والأوساخ، لأن الجسم جعل الله سبحانه وتعالى فلتر اللي هو الدورة الشهرية. هذه من وظيفتها أن هي تقوم بإزالة اللي هي بقايا الدماء الفاسدة، بقايا اللي هو السموم، بتزيل أيضا اللي هي بقايا الدورة السابقة، لكي تستطيع النساء أن هي يكون الرحم الخاص بها بأفضل صحة. لأنك تجد من النساء إما بتجد عندها الدورة غير منتظمة، أو بتجد عندها تأخر حمل، أو بتجد عندها آلام وتشنجات خاصة في فترة الدورة. هذا بيكون راجع إلى أن هناك كثير جدا من ترسبات موجودة داخل الرحم، أو حتى إغلاق اللي هي قنوات فالوب وغيرها، أو بطانة الرحم المهاجرة وغيرها من المشاكل هذه. طريقة بسيطة جدا، وهذه يجب عملها بشكل دوري سواء كنت تريد الحمل أو ما تريديش، يعني في كل شهر، اللي هو تنظيف الرحم بشكل كامل لكي تضمن أنه هو تقوم بتنظيفه بشكل كامل وشامل. الطريقة بسيطة جدا، بتأتي خلال اليومين الأخرانيين من الدورة، اليومين الأخرانيين، إذا كان دورة 5 أيام تأتي في اليوم اللي هو الثالث، 7 أيام تأتي في اليوم الخامس، تأخذي اللي هو التالي ملعقة صغيرة. أنت أول شيء لتر من الماء بتقوم بتغليته، طب يصل لدرجة الفوران، تأتي ملعقة صغيرة من الزنجبيل، ملعقة كبيرة من الحلبة، ملعقة كبيرة من القرفة، بتضعيهم على النار مدة دقيقة ونصف، بعد ذلك بتطفي الغاز وبتغطي اللي هي المياه هذه اللي كنا يوجد فيها زيوت طيارة، تنتظرها إلى أن تفتر وبتشربها يوميا في الصباح لمدة اللي هي اليومين الأخرانيين من الدورة، وبتستمر بعد الدورة اللي هي بيومين أو 3، يعني الكورس كله 5 أيام، اللي هو اليومين في نهاية الدورة و3 أيام بعد انتهاء الدورة. بالإضافة إلى هذه الشراب يؤخذ صباحا، المشروب الثاني يجب أنك أنت تأخذيه مساء، اللي هو إذا كان لديك عشبة القطف أو القطف تأخذها اللي هي أيضا خلال ال5 أيام هذه، وما تزيديش تأخذها الوصفة هذه أكثر من 5 أيام، لأنه ممكن تسبب إجهاض، لأنه بتشيل أي شيء يكون موجود في الرحم، يعني ما تزيديهاش أكثر من الموعد اللي أنا ذكرته، يومين في نهاية الدورة و3 أيام بعد نهاية الدورة فقط، وتقفي الوصفة. إذا مش موجود لديك اللي هو المشكلة هذه، أو مش موجود لديك القطف، بتاخذ اللي هو ما يسمى بالقسط الهندي، كأس ساخن من الماء تضع فيه ملعقتين صغار من القسط الهندي، هذه بتؤخذ ليلا مثل القطف، تؤخذ ليلا قبل النوم. بعد ذلك بتلاحظ أنت ظهور الكثير جدا من الأوساخ وأيضا الإفرازات، وبينظف الرحم وبتتخلصي من المشاكل اللي هي الأورام، الرحم اللي فيه، التكيسات، كل ما يمكن أن يحدث لك بتتخلصي منه بشكل كامل، وزائد أنه هو بيزيد أيضا وبيأخر اللي هو انقطاع سن الطمث. أنصح أيضا النساء أن هي تأخذ البردقوش مرة واحدة أسبوعيا لضمان صحة جميع الهرمونات النسائية وضبطها، زائد أنها تأخذ الخزامة مرة أيضا أسبوعيا. طريقة الغلي، كأس ونصف من الماء بتغليهم لما بيصل درجة الفوران، بتضيف لهم ملعقة ونصف من أي أو ملعقتين من هذه الأعشاب، تنتظرها إلى أن تفتر وبتشربها وخلاص. هذا هو الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.